ربي يعزهم بأحد الزيتونة يعني بإلقاء الكلمات و... تفضل يا ربي. سيمون ضرب معنا بطبيعة الحال ثلاثة. الفريق الإعلامي وصل وسيدي الشيخ ميكالو حاضر باش يعمل في منظر عمايل ماهوش باش ينساه. أي مصور ولا شنو خدم فيك تروح أي بدا عاد تشوف أي تصور فيس أي تفضل يا عثمان. نقعد هنا فاجأنا برشا بالخطاب اللي عملوا الرئيس البيجي قائد السبسي وإحنا باش نساعده وعلى بركة الله من توا دخلنا في اعتصام مفتوح. قداش عندكم؟ كل عنا أربع أيام في الاعتصام. عنا توا أكثر من أربع أيام معتصمين وناويين التصعيد وهذاك هو. باه هذه الأولى باهية زيدونا يعني حاجة في الأكثر تصعيد يعني ترى مثلا الأخ فوزي ولا منظر عفوا. نعم سيد الشيخ. يعني كما فعل يعني عثمان أريد شيئا يعني في التصعيد قل لي إحنا معتصمين أمام حركة إدارة تونس وأقول لي نحن عنا خمس أيام. خلينا نسمع سيد الشيخ. زيد وقت. مثلا يعني منظر يقول لي هو عنده أربع أيام في الاعتصام وأنه يهدد بخيط فمه مثلا ولا. سمعنا الخطاب تاع سيد باجي قائد السبسي وما عجبناش الخطاب وهذا شيء ما يفرحش. فهمتني وعنا أربع أيام توا في الاعتصام ومنهدوا باش نخيطوا فمنا وعنا خمس أيام ماكلينا ولا قد ما عنا خمس أيام توا أربع أيام خمسة وأربع أيام عنا ماكليناش حتى قد ما لا العظيم كي تكون حمصة ولا فولة لاكليناه لاكلينا لا حمصة لا فولة لاكليناه. باه صحيت منظر بارك الله فيك عايشك توا أعطيني أنت يا حمدان يلا نحن هنا معتصمين عنا قديش يا نموتوا يا نحيوا يا تعطيونا حقنا نحنا كشعب التونسي يا رانا باش مازلنا نساعدوا باش نشعلوا العجالي ونسكروا الكياسات. احكي على الخطاب قولوا احنا مع الشيخ سيدنا الشيخ الراشد ونحنا مع سيدنا الشيخ واللي يقولوا سيدنا الشيخ رانا احنا معاه مش قابلين اللي قال كان يحكي عليه. لحظه توا تعطيوني هذا شعار من بعضكم يعني يا البجبول شد قال نحن جينا على البترول يعني ما بعضكم تيجوا أكثر يعني أكثر حيوية. يا بجبول شد قال نحن جينا على البترول. بديكم بديكم أكثر. شد قال نحن جينا على البترول. يا بجبول 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 شد قال نحن جينا على البترول. شد الشيخ ملاشية ملاشية هذه كاميرا خفية ملاشية ملاشية هذه كاميرا خفية ربي عزب وربي يخليك ربي يحييك ربي يحييك مش فيك ولا شيء روح ليك روح ليك روح ليك أنا مش فيك شيء هاي المنظر سير سير واحنا وراك بالبنزين سير سير واحنا وراك بالبنزين شكيتش ولو للحظة يعني لا ما شكيتش الجملة الوجه يعني والحمد لله لا الوجه من خدام ماما شوية عندك الفم بتاع الشيخ مش كيف كيف انت وياه مو فوق عطينا له شوين قوم الجملة نبوذك كواك 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 عطيك الصحة عايشك بالله تصفيق قوية برشا ويعني مشاهدينا ومشاهداتنا يعني والتقاطنا غلين بحول الله في حلقة أخرى لا حول الله تكرخ الفنة تو تعملني مش بقول لكم كان بوشة كبيرة لله تحت الزيتونة أنا ومي